السلام عليكم الاخوه الاخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي هو الحلقه الثامنه ديال السوري اللي كثرت منا بزاف. بعدت عليكم داك السيري الاخر اللي سميتها اتيدون فرانس اللي كندوي فيها على بعض المواضيع بحال الكروز اللي غادي ندوي عليه ان شاء الله بحال ليسونس بروفيسيونيل ديفيرونس انتر ليسونس بروفيسيونيل اي ليسونس فوندامونتال حتى هو اللي غندوي عليه ان شاء الله. وهاد كاينين دي سوجيات اللي باقي ما جمعتش عليهم دي زانفورماسيون حتى علاش كنت عطل فيهم كيف قلت لكم بحال هاد الجوج وبحال باركور سيبشا هو قلت لكم غنديرو باقي ما درتوش بزاف د الحوايج اخرين وبحال عاوتاني بحال لو اف بي بي تي بغيت ندير فيديو على صحاب لو اف بي بي تي حيت كيجوني اسئله بزاف عليه وما كنعرفش كيفاش نجاوبهم. المهم الاخوان اللي شاف شي واحد ديجا داز من لو اف بي كان كيقرا في او اف بي بي تي وجا لفرنسا قول لي كونتاكتيني في باج المهم واخا عطينا شويه المعلومات باش نفيدو كلشي يعني عبر فيديوهات وداكشي. المهم في الحلقه ديال اليوم كيف تشوفوا في العنوان ندوي لكم على الثقه في فرنسا وندوي لكم على الاكسبيريونس ديالي كيفاش دوزت هنا والمسائل اللي خاصكم تحذو منها هادشي اللي كاين. المهم ما تنساوش ديروا لايك للباج ولايك الفيديو وتسبسكرايبوا و انفيتو اصدقاء ديالكم اللي بغاو يجيو لفرنسا و هادشي اللي كاين يلا طلع. دراري اخوان شفت راسي في البداية ديال الفيديو ترك الباب مسخساخ بزاف حيت دابا فما كندير شي فيديو يعني كندير حتى كنكون جاي من الخدمه ولا جاي من السبور ولا جاي ممكن ندير نحاول ديما نديرها في الليل داكشي علاش ما كيبقاش ليا الوقت فين نديرها في الصباح من غير لي ويكاند بعض المرات كنديرها داكشي علاش بعض المرات كنت ممكن بان اش راه حسيت براسي مسخساخ وكنعاود لكم كنقول لكم هكا دابا انا ملي كنتلاشى صافي كنبقى داوي طالق عادي بحال كندوي مع شي واحد. المهم بغيت ندوي لكم على الثقه هنا في فرنسا واللي بغيت نعطيكم واحد النصيحه والله الا خصكم تاخذوا هذه النصيحه حيت قالوها ليا وما مشيتش درت بها يعني ما سمعتش البنادم يعني ما البديه بنادم يلاه بادي في البديه كيكون مدهشر ما مدهشر للناس اللي ما فهموش يعني كيكون يلاه جاي جديد ما فاهم حتى حاجه يلاه كيتعلم يعني كيدير الثقه في كل شيء هذا دير فيه هذا الثقه اللي جاي دوي معاك صاحبك كتصاحب معاه واحد يومين ولا ثلاث ايام كدير فيه الثقه وما هاد الحوايج يعني الواحد ضروري ما كيطيح فيها. وانا بغيت نحاول نعطيكم النصائح بالنسبه للبنادم اللي غادي يجي لفرنسا العام الجاي في الدخله الجايه ولا غادي ولا اخوان كاع اللي جاوا دابا في فرنسا يلاه زعما الدخله اللي فاتت يعني وباقي حتى الله جاوا باقي ما فاهمينش مزيان اللي خصهم تعرفوا انه كاين انواع ديال لي زام يعني بنا كاينين داك دابا كاينين الدراري اللي في المغرب يعني مدوزين داكشي يعني عارفين اصدقاء كي داير وعارفين انواع ديال الدراري كي دايرين ها اللي باغيك على حاجه شو ها اللي باغيك صداقه ديال بصح ها اللي كيف يعني يا اما الحاجه يا اما صديق يعني مخلص يعني داكشي اللي كيدير معاك يعني ما باغي منه والو فهمتوا. اما بالنسبه لي انا خرجت على 18 عام فهمتي يعني كنت كليميني خلاوها تقريبا كليمي المهم كنت من الدار للقرايه المهم الدراري ديال المغرب داك الباك والسيزيام ماشي هما الدراري ديال اون فوا كتخرج كتخرج للعالم ديال لافاك وكتخرج للعالم كتخرج على بلادك فهمتي يعني كتلقى ولاد بلادك طامعين فيك فهمتي يعني كتلقى بنادم كيبغي يستغل واحد جديد باقي يلاه جاي مداشر باقي صغير يعني ما كيعرفش كيفاش انت يلاه جاي في البداية يعني ما كتعرفش كيفاش تتعامل مع بنادم كتجيك تتعامل معاه يعني ناتشورالمون يعني بدون ما تشك فيه راه هو باغي حاجه ولا شي حاجه انت كتجي تتعامل معاه كصديق بغا شي حاجه هكا عطيه هادي بخير. ولكن كيف قلت لكم انا نعاود لكم كيفاش طرات لي انا شحال هادي ما واحد خونا كان جا عندي بحال هكا كتعرفتو كان ساكن معانا في ريزيدونس ما يكونش يشوف لي الفيديوهات ديالي المهم كان ساكن معنا في ريزيدونس كنت في غوان صافي الاول تعاشرت معاه هادي طقطق المسائل صديقي هادي 3 ايام 4 ايام صافي ولينا 20 مره كيجي عندي مره كنمشي عنده صافي ديك المره كتبقى تمشي عندو شي حاجه صافي كتحس براسك انت راك درتي واحد الثقه ما بينك وبين داك السيد ولكن هو كتلقى داير بحال شي ذئب خلاوه يعني باغي غير فين كيتسنى ديك الوقيته فين يضرب يعني صافي بقيت كندير معاه الثقه بحال هكا هادي واحد النهار قال لي سلفني قيشا علوش 50 اورو بحال هكا صافي جيت عطيتو 50 اورو من تما ما شفتش داك 50 اورو تخيلوا خونا بدا كيسخسخ فيا كيجرجر فيا كيقول لي
صافي انا نجيبها لك هادي هادي صافي صاحبي دوز عندي غدا دوز عندي دوز عندي دوز عندي دوز داز شحال ديال داز شهور داز 5 شهور وخونا كيخبر فهمتي يعني كيجي كيخبر يعني اخونا اصلا كيقرا عندنا وكيجي كي كيجي غير باش يستغل بنادم يعني ما قرايه ما توزع ما كيدير حتى حاجه يعني انسكريفي وصافي كنا في غوان كيف قلت لكم يعني العام الاول يعني خونا من تما مقيشو صافي وانا نقول صافي نلعبوا يعني من تما كتكتسب يعني واحد كتعرف ان تعرف الديفيرونس ما بين اللي باغي حاسو واللي باغيك ملي باغيك منيتو وكاين نوع اخر ما نسيت على ديما تما المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم يعني انكم تحذيو من داك الناس شي كما كان نوعو كما كان ديال دمو خلاوه كما كان داك خونا ما ديرش فيه التاقه ما خصك تتعاشر مع خونا مزيان دوز ما انا تعاشرت مع دراري والله الا دابا باقي لحد الان ما دي ديكاس ليك ديكاس الان سوا عشراني ديكاس العالي تا هو كيشوفني حمزه تا هو المهم بعدا كاين بزاف الدراري اللي عشراني ولاو عشراني ديال بصح يعني ملي جيت لفرنسا يعني ما لقيتش معاهم مشاكل يعني كتسلفوا ولا هو كيسلفك يعني كتاقه بحال عاطي الباك ولا عاطي الموك شي حاجه وعارفه غادي ترجع لك يعني كل اللي كتسلفو كيرجع لك في البلاصه يعني دوز يومين كترجع لك صافي ما ديرش تخمم في بالك يعني اللي بغيت نقول لكم انه واحد من داك الناس اللي كيجيو غير يضربوا من هنا ومن هنا وصافي وداك خونا اللي بغيت نقول لكم انه ماشي غير معايا انا من بعد عرفت بانه كان ياخذ من عند هذا وياخذ من عند هذا هذا وحتى واحد ما كيرد ليه كيخبر واحد الوقيته ما كيبقاش يبان صافي ومن تما العام الثاني هو يخبر ما بقاش كاع جا في ديك المدينه المهم نتمنى انني فدتكم بهذه المعلومه وحاولوا تحضروا مع راسكم يعني الواحد ملي كيجي العام الاول كيحس براسك كنعاود نفس لابوكل حاول لك الواحد اللي كيجي العام الاول يعني كيجي مدهشر ما عارفش شنو باغي يدير كيجي تيقع نيه كيجي غير باغي يتصاحب مع بنادم باغي يدير عشران ولكن ما كيديهاش في بنادم الاخر كيكون عنده نيه خايبه وانت كتكون عندك نيه مزيانه ولكن ما كيتلاقاوش مهم نتمنى ان هذا الفيديو تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا شويه ان شاء الله ندير لكم فيديوهات اخرين ان شاء الله راه ما كيكونش عندي الوقت ولي زانفورماسيون ما كيكونوش عندي كاملين يعني ما كنبغيش نجي ونطلق عليكم خلاوها نجي نطلق عليكم شي فيديو خصني بغيت كنحاول نجمع المعلومات كامله باش الا قلت شي حاجه يستافد فيها كلشي يلا الله يعاونكم والله يسهل على الجميع تشاو